انتقل إلى الأمجاد السماوية الفنان الأستاذ غسان المشيني بعد حياة فنية وإنسانية حافلة بالعطاء. وبهذا المصاب الجلل يتقدم مكتب نورسات في الأردن ممثلاً بمديرته الدكتورة باسمة السمعان وفريق العمل بصادق العزاء إلى أسرة الفقيد وللأسرة الأردنية الواحدة، راجين الله أن يرحمه ويجمعه مع الملائكة والقديسين. وكان الفقيد قد سجل 40 مزموراً بصوته الرخيم وأهداها لنورسات. طوبى لمن لا يسير على مشورة الشريرين ولا يتوقف في طريق الخاطئين ولا يجلس في مجلس الساخرين بل في شريعة الرب هواه وبشريعته يتمتم نهاره وليله فيكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه تؤتي ثمرا في أوانه وورقها لا يذبل أبدا فكل ما يصنعه ينجح. ليس الأشرار كذلك، بل إنهم كالعصافة التي تذروها الرياح، لذلك لا ينتصب في الدينونة الأشرار ولا الخاطئون في جماعة الأبرار، فإن الرب عالم بطريق الأبرار وإنا إلى الهلاك طريق الأشرار. فإن الرب عالم بطريق الأبرار وإنا إلى الهلاك طريق الأشرار.